ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو اليوم اول مره كنحط لوك بحال هكا في القناه ديالي ورجعت لكم بهذا اللوك، ان شاء الله يعجبكم. باش تشوفوا الخطوات تفرجوا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه بديت بها هي الاي ماسك. دابا غادي ندير الكونسيلر كما العاده، ومن بعد غنفيكسي الكونسيلر بودغ. بغيتو ديرو بانسو ديرو بانسو، بغيتو ديروها ببيوتي بلوندر تقدرو ديرو بيوتي بلوندر. من بعد غنفيكسي الكونسيلر بفارا بوبيير بيج. بغيتي ديرو فارا بوبيير، بغيتي ديرو بودر ليك، المهم هو تفيكسي الكونسيلر. بعد نحاول نخدم لكم بباليت وحده، وغادي نحط هاد اللون حط اللون انتقالي هنا. غنحاول ندوز لكم لون بلون، غنحط لكم ثلاثة دلوان، ما يهمش لو وسختو ولا شي حاجة، حيتاش من بعد غنقي غنقيهم بالفون دو تان. هنا كيعجبني يكون خفيف، خدمو بحال هكا. نحاول نخرج شوية لبرا باش نسحب العين. من بعد غنجيب الليبستيك، غنخدم بهذا ديال ماك، ناخد لون بوردو لون عنابي. المهم كنحاول ديما نهرب من هاد الالوان، وكنلقى راسي كنخدم بهم حيت تيعجبوني. غناخد بانسو صغير بحال هكا، وغادي ناخد منه شويه ونحط الكسره ديال العين. من بعد ناخذ بانسو بحال هكا راسو هكا، غناخذ كونسيلر ونحطو هنا. وغنحاول ندير بحال هكا، نشوف المرايا وغادي نشوف الفوق. هاد ناخد لون غامق بوغدو وغنحطو في الكسرة ديال العين بحال هكا. لونو غزال، وغنحاول ميلونجي هاد اللوان مع بعضياتهم.
قاسو بحال هكا مسطح، وناخذ لون روز جولد من بعد ندير صبعي كيفني نخدم هكا حطيت اللون وغادي نقادو بالبانسو ناخذ شويه من اللصقه ونحطها هنا وندير فوق منها شويه من اللمعه ديالي وندير روز جولد غير شويه هلاك وندوز اول حاجه غادي ندير هو كويل داكم باش نرطب البشره ديالي حيتاش غندير فوندوتان التغطيه ديالها عاليه ضروري ما لابو تكون رطبه ومهيئه للفوندوتان
بعد ندير بيوتي بلندر نستعمل دابا الكونسيلر نحاول نديرو كإضاءة تحت العين درت هاد الكمية هادي على حساب هذا مكياج سهرة ماشي مكياج باش نخرجو بيه أكيد باش يعطيني التغطية كاملة ويبقى لي مدة طويلة ونحاول ما نقيش السحبة اللي درت هنا بحال هكا كلشي بودر وندوز دابا شويه الكونتورينغ وندير غير شويه هكا ونطلع الفوق باش ما نفسدش الوجه بحال هكا باش يحدد ليا الوجه ندوز دابا نخدم شويه تحت العين باللون اللي خدمت به الجفن الثابت دابا ندوزو الفراجو كيعجبني بزاف اللي كيعجبو يدير شويه يدير شويه انا كيعجبني درت بزاف نيفي دابا الفم التشهيد ندير شي لون اللي يكون غامق بزاف وداكشي باش غادي ندير ميلونج بين ثلاثه ديال الالوان غندير هادو بوردو احمر ولون دم الغزال ما عرفتش شنو كيسموه المهم هادو اللي غادي ندير باش نتفنن ولكن اول حاجه غادي ندير هي غادي نحدد فمي بخيم خيم
دونك درت الكونتور ديالي دابا غندير ميلونج بين هذوك اللوان بثلاثه اللي قلت لكم عليهم ونجرب نشوفوا اللون كيفاش خرج كنضرب شويه ما عرفتش كتسمعوني ولا لا المهم نشوفوا نزيد نغمق شوية كي حمق عرفت البنات البوغدو كيهبلني وكيعجبني شحال الاسم تاع البوغدو غير هو دوماج غنسالي غنغسل هذا المكياج حيت ما معروضاش للسلاش وما عنديش شي مناسبه اللي غادي نمشي بها بهذا المكياج دونك غنمسحو كي جاكم غندير شويه ديال الهايلايتر و شنو اخر وندير شويه ديال الاضاءه هنا باقي فيديوهات اخرين جايين نتلاقاو في فيديو جديد كنبوسكم كاملين سلامه ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك وتخطروا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد